السلام عليكم. ازاي اعمل ريندر في ري لسكشن 3D؟ اول حاجة هاجي هنا في السكشن بوكس وابدأ احركه بالشكل دوت بحيث ان يظهر معايا السكشن بالشكل دوت. تمام. وبعد كده هخش في الفي ري، اختار هنا الكرنت فيو اللي هو 3D اهوت اللي انا شغال عليه دلوقتي حاليا، واقول بعد كده انا عايز اعمل ريندر. بس خلينا ندخل في السيتنج، اقول له بعد كده ريندر، هيبدأ يعمل لي الريندر. بالشكل دوت ظهر عندي سيكشن 3D. اقدر اغير الخصائص بتاعته والالوان بتاعته لحد ما يوصل للمصنع. هو لسه بيعمل ريندر، يعني كل ما تسيب وقت اطول كل ما بيديك جودة اعلى. شوف